طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يا غضب الصحراء، كيف تمام امورك وصحتك واخبارك؟ ان شاء الله تكون كويس. بس الحمد لله على كل حال، ودار اوجه لك رساله. طبعا انا يعني كنت بقلب في اليوتيوب وفجاه كده شنو لقيت جاني فيديو كده، لقيتك شنو متضايق وزعلان وبتتكلم بترد على ناس انه علقوا لك في الكومنتس وكده انه شنو كانوا بينبذوك وبتاع، فلقيتك متضايق، فالناس كان بتنبذك وما عارف شنو بتاع وانت متضايق شديد، فقلت اشوف. فلي مشيت شفت التعليقات وكده وقريتها يعني مثلا، فانا دار اوجه لك نصيحه بسيطه بعتبرك اخوي الصغير. يعني انت حسي ما شاء الله تعتبر كيوتيوبر ناجح طبعا والقمم شنو مستهدفه، لكن انا دار اوجه لك نصيحه انه شنو في حاجات معينه الناس بتلاحظ لها. انت كيوتيوبر راعي لمكانتك وللمرحله للدرجه انت وصلت لها، فانت حسي مثلا يعني في يوم ذاك انا شفت فيديوهات، شفت لي 3-4 فيديوهات ليك ما كلها يعني، طلعت على كم فيديو. ففي فيديو كده انت راكب مثلا في عربيه وبتعيد في القروش وبتاع ودولارات وكلام زي ده، ف انت ما في داعي في حياه كده معينه انت ما تراعي. انت قاعد في السودان وسوداني وشعب السودان انت عارف حصل الوضع والمظاهرات والحاصل، وانت في شنو والناس في شنو. فدي من واحده من الحياه اللي بتوجه لك الانتقادات، فبتجيب لنفسك كده اعداء وبتشوف منتقدين، بتجيب لك منتقدين كميه. فانت دائما حاول شنو ما اترك يعني، شوف مشكله الشعب السوداني شنو، اتكلم عن هموم الشعب، عن حاجات زي دي عشان ترغب الناس فيك. لكن انك تقعد تمشي مثلا دي ما انت عارف احنا السودانيين حنقنا شنو، والله ده بوبار وزول ده مخلوع ومستجد نعمه انت ما تجيب لنفسك الكلام. فانت شنو دائما ركز في حاجات